السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من أنجح وأسهل الوصفات للتخلص من مشكل تساقط الشعر، مشكل الصلع، ومشكل الثعلبة. سأقدم لكم اليوم وصفتين مجربتين، يعني مجرد من أكيد من أفراد العائلة، أعطت نتائج رائعة في وقت قياسي وفي وقت سريع جدا. سأقدم لكم الوصفة الأولى لعلاج الثعلبة، التي تكون فيها عبارة عن بقع من بيضاء في الرأس، يعني تكون خالية تماما من الشعر، يعني كما يوجد في الصورة الأولى على الفيديو. هذه تسمى الثعلبة. سأقدم لكم لها علاج سهل وسريع جدا. أما الوصفة الثانية ستكون لإنبات الشعر لعلاج تساقط الشعر، وأيضا لتقوية بصيلات الشعر، وتعالج الصلع أيضا إن شاء الله. قبل ما أبدأ في تقديم الوصفتين، أتمنى منكم أحبائي كما عودتموني لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. أتمنى أيضا من الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح الوصفات. المكون الرئيسي في الوصفتين هو الثوم، يعني مفعوله وفوائده عظيمة جدا للشعر، تعالج مشكل الثعلبة نهائيا. بالنسبة لمشكل الثعلبة سنحتاج إلى فص ثوم واحد فقط بهذا الشكل. نقوم بتقشيره. وصفة سهلة جدا وبسيطة. نحتاج تقريبا إلى نصف، على حسب يعني المشكل المنتشر، نحتاج إلى فص ثوم بهذا الشكل. نقوم بقسمه إلى قسمين بهذا الشكل، ثم أقوم بمسح المناطق التي توجد بها الثعلبة بهذا الشكل، يعني نقوم بمسح المناطق فقط التي فيها الثعلبة بهذا الشكل، ونكرر هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. خلال أسبوع سوف تلاحظون أنه بدأ الشعر ينبت من جديد. بالنسبة للرائحة أو رائحة الثوم، عند غسل الشعر نقوم بإضافة ملعقة من القهوة أو من النسكافيه أو من القرفة إلى الشامبو، وأغسل الشعر عادي، سوف تنتهي الرائحة إن شاء الله. هذه هي الوصفة، بسيطة جدا ولكن مفعولها قوي لدرجة يعني لن تصدقوه. نقوم بمسح المنطقة بفص ثوم مقسوم على قسمين فقط. أما بالنسبة لتساقط الشعر وللصلع، سنحتاج تقريبا مقدار فصين أو ثلاث فصوص من الثوم على حسب الكمية التي أحتاجها. وأحتاج إلى مكون آخر وهو الفازلين. من الأحسن أن الفازلين يكون أصلي ويكون طبي. أول شيء نقوم بطحن فصين إلى ثلاث فصوص ثوم، طحن ناعم جدا، ونضيف لها مقدار ملعقتين إلى ثلاث ملاعق من الفازلين، ونقوم بخلط ودمج المكونات جيدا مع بعض، ثم نضعها في حمام مائي حتى تمتزج. خاصة في وقت البرد يكون الفازلين عندنا جامد، نضعها في حمام مائي ونخلط جيدا حتى يعني الثوم يطلق مفعوله على الفازلين. ممكن أني أحضر الوصفة يومين أو ثلاثة قبل وأستعملها، ممكن أستعملها في نفس اليوم. بالنسبة لطريقة الاستعمال، نقوم بدهن أو توزيع كمية من الخليط على فروة الرأس، ونركز أكثر على المناطق التي بها تساقط الشعر وبها الصلع، ثم أقوم بعمل مساج خفيف باستعمال اليدين. من الأحسن قلت نحضر الوصفة يومين قبل استعمالها. نقوم بعمل مساج ودلك لفروة الرأس، ونغطي كامل الرأس بغطاء بلاستيكي، ونأخذ فوطة مبللة بماء دافئ ونلف بها الشعر. نترك هذا الخليط على الرأس مدة ساعة كاملة، ثم أقوم بغسله. وعند الغسل قلت أضيف ملعقة من القهوة أو النسكافيه أو القرفة إلى الشامبو، أخففها بكمية من الماء الدافئ وأغسل بها الشعر.
تختفي الرائحة تماما. نكرر هذه الوصفة على الأكثر مرتين في الأسبوع، أو مرة واحدة تكفي. من 3 أو 4 استعمالات ستلاحظون نتائج إيجابية، لدرجة أنكم يعني سوف يعني إيجابية يعني 100%. فوائد الثوم عظيمة جدا للشعر. هذه هي الوصفة، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم.